بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الجزء الثاني من منهج الفسيولوجي وهو الريسبيريشن. يعني ايه عملية الريسبيريشن؟ الريسبيريشن كمصطلح عبارة عن ري يعني سايكل، سبيريشن يعني نفس، يبقى هو عملية التنفس هي عبارة عن سايكل للنفس. السايكل دي متقسمة لي لجزئين، شهيق وزفير. الشهيق بيدخل الأكسجين من خارج الجسم لداخل الجسم عن طريق عملية الشهيق، وهي اللي بنسميها ال inspiration. in يعني داخل لجوه، وspiration هو النفس، بنسميها اسم تاني وهو ال inhalation. تاني عملية وهي عملية خروج ثاني أكسيد الكربون الناتج من الخلايا إلى خارج الجسم، بنسميها اكس خارج، واللي expiration يعني الهواء اللي خارج بره الجسم. تركيب الريسبيراتوري سيستم بيتكون من مسار بيتحرك فيه الهواء لللنج اللي بتحتوي على الالفيولاي، واللي بيتم الحويصلات الهوائيه اللي بيتم فيها عمليه التبادل الغازات. يبقى انا عندي اير باسج ملهوش علاقه بعمليه الاكسشينجنج للجازز، لا هو مسار، وهو عباره عن تو نوستريلز، تو نيزل كافيتيز، فارينكس، لارينكس، تو برونكاي والبرونكيولز. والجزء بقى الخاص بتبادل الغازات وهو اللونج، وهو الاورجان اوف اللونج اوف جاز اكستشينج، بيحتوي على الحويصلات الهوائيه الالفيولاي. اول اورجان عندي في الريسبيراتوري سيستم وهو النوز. هنلاقي ان النوز ليه فوائد مهمه جدا، وهي ان هي بتبقى lined with ciliated mucus membrane. الميوكس ده بيساعد لي على التصاق الاتربة والغبار اللي موجود في الهواء علشان ينقي الهواء اللي هيدخل في اللنج. وبيتميز برضو النوز ان في شعيرات دموية vascularized. الشعيرات الدموية دي بتساعد لي على تدفئة، بتعمل لي تسخين للهواء اللي قبل ما يدخل لي للرئه، لان الرئه الشعيرات الرئه جدارها رقيق جدا، فبتبقى عايزه الهواء ما بيبقاش بارد قوي فيأثر على خلاياها، وفي نفس الوقت الاتربه بتأثر على خلايا الرئه. النوز برضو في ريسبتورز بيساعد لي في عمليه السميل. بعد كده ادخل على اللارنكس. اللارنكس دوت بيتميز بانه بيحتوي على كارتليج وبيحتوي على مصل، وفي جزء بيغطيه من فوق هو الايبيجلوتس لسان المزمار. ده بيساعد لي على قفل مسار التنفس اثناء الاكل. لما اكل الاقي بيتقفل المسار ده، عشان لو الاكل دخل على في الجهاز التنفسي يحصل ايه؟ الانسان يشرق، وممكن يأثر برضو على الرئة لو أكل وصل للرئة ومعرفش يطلع، بيحصل مشاكل جدا في خلايا الرئة. تالت حاجة عندي وهو تراكيا، بتتميز بوجود سي شيب في جدارها. ده بيساعد غضاريف واخدة شكل السي دي، بيساعد لي ان تراكيا تبقى مفتوحة طول عملية فترة التنفس، عشان ايه؟ يسهل في حركة الأكسجين من الخارج للداخل، وحركة ثاني أكسيد الكربون تبقى دايما السايكل موجودة وسهلة بفتح المسار دوت. بعد كده بعد التراكيا هنلاقي ان بيحصل ديفايدد للمسار لجزء ليفت وجزء رايت، وبيكون لي حاجة اسمها البرونكاي. البرونكاي بيدخل اللنج وبيحصل لها مور ديفيجن، بيحصل ديفايدد لي فروع مختلفة. البرونكاي هنلاقي ان الجدار بتاعها نفس جدار التراكيا، لازم يكون اوبن على طول عشان يسهل في عملية الريسبيريشن، فبيبقى فيها كارتليج على هيئة سي شيب عشان الجدار بتاعها يبقى مفتوح على طول، وبيحتوي على نسبة عالية طبعا من الالاستيك كونكتيف تيشو. لازم نعرف ان الرئة بعد كده فيها الاستيك كونكتيف تيشو. الاستيك كونكتيف تيشو دي بيساعد لي على سهولة مط ورجوع الرئة، هنتكلم عنها لما نتكلم عن الرئة.
المهم في البرونكاي في عندي برضو إلاستيك كونكتيف تيشو. each bronchus enter the lung بيحصل لها division لي smaller و smaller و smaller لحد ما يوصل لي لبرونكيولس. ديت اسمها الشعيبات الهوائية. يبقى أنا القصبة الهوائية اتفرعت لي لشعب هوائية، بعد كده شعيبات هوائية ديت الأدق، بعد كده هندخل خلاص بقى في الحويصلات الهوائية. دخلنا كده في اللونج وهو عبارة عن تو لونج، ليفت لونج ومن تو لوبس، ورايت لونج من ثري لوبس. في كل لونج 300 مليون الفيولاي في اللونج. اللونج بتحت بتبقى محاطة بالغشاء البلوري او بلورال كافيتي. الوحدة الأساسية في الريسبيريشن أو في عملية الإكسشينجينج أوف جازس هي الألفيولاي.